الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. شكرا لإذاعة حياة فام على مواكبة هذه التظاهرة. هي تظاهرة سنوية تتعلق بتقديم أطروحتي، ما يسمى بعنوان أطروحتي في 180 ثانية، ويشارك فيها طلبة إما أن يكونوا قد أنهوا أطروحاتهم أو أنهم بصدد إعدادها، ويشارك فيها. في بالنسبة إلى هذه الدورة، هي الدورة السادسة الدولية، شاركت فيها عديد الجامعات التونسية، وتحتوي هذه التظاهرة على بالنسبة إلى هذه الدورة على 39 على 29 طالبا، مثل ما كنت أذكر، من جامعات مختلفة. تنظمها جامعة القيروان بالاشتراك مع الوكالة الجامعية الفرنفونية. مريم العميري من يونيفرسيتي دي سوس، نعم، في الدكتوراه من في سوسة، كمل فيها في سوسة، تحل الكونكور، دونك حبيت معناها نشارك فيه. اكسبيريونس باهية برشا، عجبتني بصراحة، سورتو في الكوميونيكاسيون، في البريزونتاسيون، معناها تضيف لك برشا حاجات. وبون برفت شوية هكا في الدار، كل سافا برفت عليه وحدي، بون مش معناها كيما هكا، معناها تبدا هكا، فهمت؟ بون هذوك هما معناها كل شيء في الريجلمون، بعثونا باغ ميل، عرفت؟ هذاك هو، فهمت؟ يجيك شويه كل تراك نتاع المومون لا باش تعمل بريزونطاسيون باش تقدم السوجي والتيم نتاع التيز هذيك وكذا. فوالا اون بون اكسبيريونس بالنسبه ليا، حتى وقتك في برشا حاجات، في سيمينار اخر، في كونغري، في التيز، من بعد نبدا معني حاضر اكثر. الحياه فام، الحياه فام، زهره الحياه.